بالخير والمحبة، طابت أوقاتكم أينما كنتم. هذه إطلالة جديدة من ملف اليوم نتابع فيها وإياكم. بتعليمات من السيد الرئيس، لجنة الانتخابات تجتمع مع الفصائل في قطاع غزة. ونتساءل وإياكم في مسعى للإجابة، ما المطلوب لإنجاح الانتخابات وأهمية انعقادها؟ استنكار فصائلي واسع لقرار حماس تعيين مجلس بلدي في رفح. سيداتي وسادتي، هذه المحاور وسطور إضافية أخرى بالتحليل والمتابعة مع ضيوفنا. نبدأ هنا في الاستوديو بالترحيب بالسيد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب. مساء الخير، أهلا بك معنا. مساء النور، أهلا. كما نرحب من غزة بالسيد عاطف السويركي، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي. مساء الخير، أهلا بك معنا. مساء الخير، أهلا. والتحية أيضا من نابلس للسيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. مساء الخير وأهلا بك. حياكم الله، مساء النور. ضيوفي الأعزاء، قبل أن نطرح سؤالنا الأول، اسمحوا لنا أن نذهب بصحبتكم والسيدات والسادة المشاهدين إلى تقرير الزميل فؤاد جرادة، وبعد تقرير الزميل فؤاد نباشر هذا الحوار. حراك مكوكي إذن للجنة الانتخابات المركزية، اجتماعات ولقاءات بين رئيس اللجنة وأعضائها مع الفصائل الفلسطينية بغزة استمر ما يربو على 4 ساعات، أوضحت فيها موقفها من إجراء العملية الانتخابية واستعدادها لخوض معركة الصناديق على اعتبار أنها رافعة لتصحيح الحالة في فلسطين. نحن من جانب الجبهة الديمقراطية نقول الانتخابات حق للمواطن وحق دستوري لتجديد كل الشرعيات. سنعمل كل جهدنا لإزالة كل العقبات التي تعيق نجاح هذه الانتخابات. انتهى الاجتماع وعقد المجتمعون مؤتمرا صحفيا، مؤتمرا لا يخلو من العبارات المطمئنة كما المؤتمرات السابقة، ولكن دون الخوض بالتفاصيل والتي عادة ما تشكل عقبة ومطبا لكل الاتفاقات السابقة والتي شهدت هي أيضا الكثير من التفاؤل في حينها والذي سرعان ما تبخر سرابه عند أولى خطوات التطبيق. اتفقنا على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات وبالموقف الوطني، ونحن سنعود غدا إلى رام الله، وشعورنا أننا اقتربنا كثيرا نحو إجراء انتخابات، وهذه انتخابات ستجعل من البلد، نأمل أن تجعل من البلد وحدة وطنية مرة أخرى. ورغم ما أبدته الفصائل من مرونة وجهوزية لخوض الانتخابات، إلا أن أي اختراق حقيقي في المواقف لم يحدث، لتبقى كل الجهود المبذولة رهن الانتظار ومع وقف التنفيذ ما لم يخرج الناخب من بيته ليدلي بصوته ويأخذ بيده زمام التغيير. القوى تقريبا أعطت موافقة لإجراء هذه الانتخابات، لكن هذا الأمر يتطلب عقد لقاء وطني مقرر لبحث وسائل وآليات إنجاح هذه الانتخابات، وسواء من حيث القانون الذي ستجري على أساس الانتخابات أو القضاء أو ضمان نزاهة هذه الانتخابات أو الالتزام بنتائج هذه الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون متزامنة. يقر الجميع شعبا وفصائل وأحزاب أن تصويب المسار الديمقراطي يبدأ من مراكز الاقتراع والمقفلة منذ سنوات، لتبنى الحالة على مبدأ الوحدة الوطنية ومغادرة حالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية التي أنهكت القضية وأغرقت المجتمع بخيبات الآمال. فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، قطاع غزة. شكرا للزميل فؤاد جرادة. قبل أن نبدأ معك سيد وليد، اسمح لي أن أذهب إلى غزة الحبيبة، ومن هناك انضم إلينا السيد عاطف. سيد عاطف، مساء الخير. السيد الرئيس وبتعليمات منه اجتمعت لجنة الانتخابات مع الفصائل في غزة اليوم، كيف تقيمون هذا الاجتماع؟ يعني مساء الخير، اليوم حضرنا الاجتماع مع السيد مع الدكتور ناصر حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات وطاقم الانتخابات معه،
كان اللقاء إيجابي، وكان لقد سمعنا كلاما طيبا وكلاما جيدا من قيادة حماس، كما سمعنا من باقي الفصائل الآراء الإيجابية. الكل كان موافق بالإجماع على أن تكون من حيث المبدأ أن تكون الانتخابات واجبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب أنتقل بالسؤال إلى نابلس مع السيد تيسير نصر الله. الهدف من إجراء الانتخابات هو إنهاء الانقسام، تجديد الشرعيات، إعادة الكلمة إلى الشعب. من بين السطور ما الذي نقرأه في كل التصريحات التي أعقبت اجتماع لجنة الانتخابات مع الفصائل في غزة من وجهة نظركم سيد تيسير؟ يعني نقرأ أن هناك أجواء إيجابية يعني صدرت اليوم، وهذه الأجواء قد تضفي يعني نفسها، تفرض نفسها على الشارع الفلسطيني بأن هناك جدية حقيقية الآن لإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، فعلا لتكون هذه الانتخابات خطوة على طريق إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تجديد شرعية المجلس التشريعي والرئاسة في حال إجراء هذه الانتخابات، ومن ثم أيضا أن نحتكم مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني الذي طال انتظاره ليقول كلمته بعد هذا الانقسام البغيض الذي استمر 13 أو يعني 10 أعوام 12 عاما. لذلك نحن يعني الآن أستطيع أن أقول بأن يعني هذه الجدية التي نراها اليوم قد تعطي أملا جديدا للشعب الفلسطيني، وآمل أن لا نختلف بالتفاصيل. هناك قانون فلسطيني واضح المعالم تجرى على أساسه الانتخابات، جرت مرتين عام 1996 وعام 2006، فلذلك يعني لا أعتقد أن هناك خلافات حول هذا الأمر الذي تم التوافق عليه اليوم عندما جاءت هذه الأخبار السارة من أهلنا من فصائلنا في قطاع غزة. طيب أنتقل من عند السيدين عاطف وتيسير إلى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد وليد العوض. سيد وليد، واحدة نظرة إيجابية ونظرة نضع علامات استفهام حولها. ابدأ من حيث شئت. عندما تقول حماس إنها مع إجراء الانتخابات، كيف نفهم ذلك وهي قبل أقل من 48 ساعة قامت بتعيين مجلس بلدي في رفح؟ يعني سأبدأ من النصف المملوء من الكأس. نعم. هذا أمر إيجابي أن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات بالتتابع الانتخابات البرلمانية. لكنهم لم يعلنوا ذلك صراحة، أليس كذلك؟ اليوم أعلن السيد هشام كحيل قبل قليل أنهم استمعوا لموافقة حركة حماس على هذا الأمر. نعم. وبالتالي نحن نعتقد أن حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات بالتتابع، وهو ما أبلغونا به بالأمس خلال لقاء ثنائي بين قيادة حزب الشعب وحركة حماس في قطاع غزة. أنا هنا أود القول أن هذا الأمر الإيجابي لا يعني أن كل شيء تحقق. مهم جدا أن يستعيد المواطن الفلسطيني حقه الدستوري المصادر منذ 10 سنوات. أقفلت صناديق الاقتراع بوجه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة منذ 10 سنوات، واستعادة هذا الحق أولا واجب أخلاقي وسياسي وقانوني، علينا أن نتابعه وأن نذهب باتجاه الخطوات العملية لتحويل هذه الموافقة إلى خطوات عملية جادة تضمن إجراء الانتخابات، توفير المناخات الكاملة لها، وضمان إجراءها بشفافية ونزاهة. وهذا يتطلب بدون شك مؤشرات تشعر المواطن الفلسطيني أن هناك جدية في الذهاب لهذه الانتخابات. وفي هذا السياق نحن نظرنا أولا بإيجابية لهذه التصريحات، سواء في اللقاء الذي عقد بالأمس مع حركة حماس أو في لقاء لجنة الانتخابات المركزية مع القوى اليوم، لكننا أيضا نظرنا بسلبية لإقدام حركة حماس لتعيين مجلس بلدي بعيدا عن القانون في محافظة رفح، ونظرنا أيضا
وما زلنا ننظر بسلبية لاعتقال عشرات الشباب تحت حجة يعني الحراك الشعبي. هذه مؤشرات لا تطمئن، لكن علينا أن نذهب باتجاه إزالة هذه العقبات ونعزز الذهاب للانتخابات، لأننا لا نملك ترف يعني التسلية بالحديث عن الانتخابات. نحن في وضع حرج للغاية. هذه الانتخابات يجب أن تحقق ثلاثة مسائل: أولا أن تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني، أن تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني، ثانيا أن تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ثالثا أن تؤكد وحدة المؤسسات السياسية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. أي مثلب أو أي خدش في هذه الأهداف يمكن أن يضعنا مباشرة أو يصب الماء في طاحون صفقة القرن. لذلك محظور منع إجراء الانتخابات في قطاع غزة، ومحظور تحويل المطالب المحقة في أن يكون هناك انتخابات نزيهة وشرعية وشفافة وأن تحترم نتائجها. هذه مطالب مشروعة، لكن تحويل هذه المطالب من ثنايا بعض الكلمات إلى اشتراطات واستدراكات، هذا أمر يجب أن يتم الانتباه له مبكرا. طيب، وبالتالي أنا هنا أقول هذه الإيجابية يجب أن تحتضن بحاضنة وطنية أوسع تضمن إزالة كل العقبات. أنا أعتقد هذا الموقف الإيجابي الذي سمع من حركة حماس بالأمس في لقائنا معهم واليوم يحتاج إلى خطوات إيجابية توفر حاضنة وطنية لإزالة كل السلبيات و لإغلاق كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها أصحاب المصالح الذين يمكن أن يعطلوا الانتخابات هنا وهناك. وفي هذا السياق صدرت بعض المواقف من بعض قادة حركة حماس اليوم التي تضع يعني بعض المخاوف من أن الموافقات. تقصد تصريح السيد فوزي برهوم؟ نعم. الذي هاجم فيه السيد الرئيس وحركة فتح، و يعني زعم وفقا لتصريحه بأنه فتح تريد الالتفاف على مبادرة الفصائل وإشغال الرأي العام وأنهم لا يؤمنون بالانتخابات. طب نحن مثلا من الفصائل التي وقعت على رؤية الثمانية، ونعتبر أن جوهر هذه الرؤية هو الذهاب للانتخابات وهي بيت القصيد، وبالتالي ليس صحيحا أن هناك التفاف على مبادرة الفصائل. بالعكس، هذه الانتخابات تلبي الغرض المطلوب من هذه الرؤية. لذلك أنا أعتقد هذه التصريحات السلبية يمكن أن تعكر صفو الجو الإيجابي الذي يسود في هذه الأثناء. لذلك على الجميع أن يحاصرها وأن يلتفت للنصف المملوء من الكأس، وأن نذهب بجدية للذهاب لإجراء هذه الانتخابات. أولا انتخابات بالتتالي تشريعية برلمانية، ثانيا أن تكون على قاعدة التمثيل للنسب الكامل، ثالثا وما سمعناه من إيجابية بالأمس أن حركة حماس لديها الرغبة في البحث الإيجابي بمسألة القائمة الموحدة وفقا لما دعا له السيد الرئيس. طيب، قبل فترة. وبالتالي أنا أعتقد هذه الأجواء الإيجابية تحتاج إلى خطوات إيجابية حتى نتمكن من البناء عليها، وحتى لا تصبح مجرد فقاعة. طيب، وبوالين هواء. حتى لا أطيل على ضيوف وبوالين في الهواء، لذلك الاختبار العملي هو في التطبيق. حتى لا أطيل سريعا لو تكرمت، حتى لا أطيل على ضيوف الآخرين، إذا كانت حماس بالأمس في اجتماعكم الثنائي معها أبلغتكم بهذه المواقف، لماذا لم تخرج حماس لتعلن بشكل صريح وواضح عن المواقف التي تقولها أنت والتي أبلغتكم بها بشكل ثنائي برأيك؟ أنا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون في إطار التكتيك والمناورة السياسية، لكن أنا الآن على تلفزيون فلسطين أقول وبشكل واضح أن هذه النقاط الثلاثة يعني كانت محصلة بحث بين حزب الشعب وحركة حماس بالأمس، وهم أبلغونا المرونة الكاملة في هذا الجانب. واليوم في اتصالاتنا مع الأخ حسام بدران ومع الأخ صلاح البردويل أكدوا على هذه المرونة. ونحن نعتقد أن أمامنا خطوات يجب أن نتقدم بها نحن في الحزب الذين حملنا هذه الرسالة. طيب، وأيضا الأخوة في حركة حماس عليهم أن يكونوا أكثر وضوحا في الإفصاح عن موقفهم الإيجابي هذا الذي سيقابل باحتضان من قبل كل الحركة الوطنية الفلسطينية، لأننا جميعا نريد حركة حماس جزء في النظام السياسي الفلسطيني وفق القانون الفلسطيني، وبما يضمن استعادة المسيرة الديمقراطية
التي سلبت بفعل الانقسام حين سيطرت طيب. حركة حماس بالقوة المسلحة نعم. وبعيدا عن القانون عام 2007 على قطاع غزة. اسمح لي أن ننتقل إلى السيد عاطف السويركي عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي. كما يقول السيد وليد هناك إيجابيات وهناك مخاوف أو علامات استفهام، كيف تنظرون إلى ما قاله السيد وليد من أن حماس أبلغتهم بأنها موافقة على كذا وكذا وكذا، لكن لم تخرج بإعلان رسمي وواضح عن مواقفها التي كانت قد أبلغت الحزب بها أمس؟ وماذا عن التناقض في أن أقول أنا مع إجراء انتخابات ثم قبل ذلك أقوم بتعيين مجلس بلدي في رفح؟ التناقض موجود صحيح. اليوم انفراجة كبيرة وخطة متقدمة إيجابية لصالح الموافقة على الانتخابات، لكن هذا ليس كل شيء، هذه خطوة أولى وخطوة فتحت الأبواب. علينا أن نشكل حاضنة شعبية لتنفيذ عملي أو للتطبيق العملي لما تم الإعلان عليه. نحن نعلم أننا لقد تم سابقا اتفاقات في 2005 و2011 و2017، نعم. وكل هذه الاتفاقات لقد أخذت آلاف الحوارات وآلاف الإعلانات، لكن عند التطبيق تفجرت الأمور في الميدان. المطلوب أن نشكل حاضنة شعبية، وأن الفصائل التي اليوم أبدت آراء إيجابية عليها أن تشكل حاضنة ميدانية حتى نستطيع أن نطبق ما اتفقنا عليه. المشكلة ليس في الاتفاقات، لقد عدة اتفاقات، ولكن المشكلة في التطبيق وإيجاد آليات. اتفاق 12 أكتوبر 2017 كان أجمل كل الاتفاقات ووضع آليات عمل، إلا أن العالم كله شاهد كيف تم تفجير هذا الاتفاق. الأخطر في الأيام القادمة. اليوم تم فتح فسحة من الأمل كبيرة، علينا أن نستمر في الطريق. نعم. صحيح تم الإعلان أن هناك موافق على إجراء انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، ولو أننا في هذه الحالة في هذه الأوضاع الصعبة أيضا وافقوا على أن تكون انتخابات غير متزامنة، على أن لا يزيد الفترة ما بين التشريعي والرئاسي ما بين شهرين إلى 3 شهور. هذا ما تم الاتفاق عليه بالجملة، على أن يعقبها لقاء مقرر. نعم. تم التنازل عن قضية الأمناء العامين وتم الاتفاق على أن لقاء مقرر. طيب. يتم مناقشة فقط هذه النقطة سيد عاطف، نريد منك توضيحا فيها. عندما تقول تم التنازل عن كذا وكذا، من الذي قدم هذا التنازل ولماذا سمي بتنازل؟ يعني كانت الاشتراطات السابقة التي توضع أنه يجب أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطني متزامنة، لكن اليوم سمعنا كلاما طيبا وكلاما إيجابيا. من هنا أقول التنازل الجمعي كان بضغط من الفصائل وبموافقة من قيادة حماس، لأنها لم تخرج اليوم عن الإجماع الوطني في هذا الحوار. اليوم لأول مرة نسمع أنه لا مانع من إجراءات انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية توصلنا لاحقا في المستقبل إلى الانتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، على ألا تزيد المدة بين التشريع والرئاسي إلى شهرين. يعقبها اتفاق مقرر يناقش قضايا الشعب الفلسطيني بما فيها قضية الانتخابات وآلياتها وباقي التفاصيل. طيب أنتقل إلى السؤال إلى السيد تيسير، لكن قبل ذلك أود أن أنوه إلى السيدات والسادة بأنه نحن ننتظر عودة رئيس لجنة الانتخابات واجتماعه مع السيد الرئيس محمود عباس. سيعود غدا دكتور حنا إلى رام الله، ومن المقرر أن يجتمع في وقت لم يعلن حتى الآن حتى نكون دقيقين مع السيد الرئيس ليبلغوا بتقرير مفصل وبشكل واضح عن مخرجات اجتماعه مع الفصائل في المحافظات الجنوبية، لكن نحن هنا في إطارنا المحدد نحلل ما جرى اليوم بانتظار أن يصدر بيان رسمي وواضح من دكتور حنا ناصر ب النتيجة الرسمية والنهائية ويبلغها إلى السيد الرئيس محمود عباس. على أي حال نكمل الحوار معك سيد تيسير. سيد عاطف قال بأن هناك تنازل. طيب في البداية هل تتفق مع مصطلح التنازل هذا في البداية، وماذا عن إن صح التعبير الشروط أو المطلب بأن تكون المدة من شهرين إلى 3 ما بين الانتخابات التشريعية والرئاسية سيد تيسير؟
يعني أولا لا أتفق على مبدأ تنازل في هذا الشأن، يعني أن الأمور واضحة جدا. وأنا أقول كنت أريد أن أنوه ما ذكرته أخي سلام بأن الأخ الدكتور حنا ناصر الذي التقى فصائل العمل الوطني في قطاع غزة سيعود يوم غد وسيضع تقريره أمام الأخ الرئيس أبو مازن. لذلك يعني حتى الآن لا نعرف التفاصيل في هذا الأمر، ولكن الإشارات التي وردت إلينا كلها إشارات إيجابية، إلا بعض يعني التصريحات التي جاءت من هنا أو من هناك يعني لإثارة جو من التشاؤم مرة أخرى. ولكن حتى الآن يعني الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي والاتجاه الصحيح رغم الإشارات السابقة. أنا أتفق مع التخوفات التي ساقها الأخ وليد العوض وأيضا الأستاذ عاطف وهم يعني أبناء قطاع غزة، التخوفات التي ساقوها سواء فيما يتعلق بتعيين مجلس بلدي قبل عدة أيام في رفح أو اعتقال الإخوة في لجنة الانتخابات المركزية الذين ذهبوا لتحديث الذين بدأوا بتحديث البيانات أو الاعتقالات التي تتم على أساس حرية الرأي والتعبير. نعم. هذه إشارات سلبية، يعني من الممكن أن تكون تخوفات ذات أهمية. لذلك يعني نحن الآن بصدد السماع للدكتور حنا ناصر ومعرفة كل هذه التفاصيل التي جرت خلال اليومين الماضيين حتى يتم فعلا يعني توضيح الموقف الحقيقي، وهل فعلا هذا التفاؤل الذي ساد خلال هذا اليوم هو حقيقي نبني عليه. يصدر مرسوم من قبل الأخ الرئيس أبو مازن بأن تكون الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في فترتين متزامنتين وفق هذا المرسوم، وهذا هو الاختراق بوجهة نظري أخي سلام. يعني كنت أعتقد أن هذه ستكون مشكلة بأن يتم الإصرار على أن تكون الانتخابات مرة واحدة، ولكن يعني لأنه كان موقفنا في حركة فتح أن تكون هناك انتخابات تشريعية وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر يعني سمعنا أن الكل وافق على ذلك، فهذا أمر مهم للغاية يتم البناء عليه. ونحن بعد يعني التقرير الذي سيقدمه الدكتور حنا ناصر أعتقد بأن الأمور ستكون أكثر وضوحا من أجل إصدار مرسوم من قبل الأخ الرئيس أبو مازن بتحديد الفترات يعني الزمنية المطلوبة. سيد تيسير، قبل أن أنتقل إلى ضيفنا عبر الخط الهاتفي السيد سفيان مطر الذي ينتظرنا، لا أريد أن أطيل عليه. من بين التصريحات التي صدرت على لسان السيد إسماعيل هنية اليوم هو يقول في حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية فسنقبل بإجراء هذه الانتخابات. طيب، من الذي يتحدث عن شروط النزاهة والشفافية؟ الذي جرب انتخابات مرة ومرتين أم الذي منع إجرائها في الجامعات وفي البلديات وفي كل الأماكن في المحافظات الجنوبية؟ لا، هو يعني في نفس الإطار هو أشاد بلجنة الانتخابات المركزية ونزاهتها، وهي لجنة مهنية جربت مرتين حتى الآن، إضافة إلى الانتخابات التي جرت في المجالس البلدية والمحلية هنا في الضفة الغربية. وللأسف كانت حركة حماس خلال هذه السنوات الطويلة تمنع إجراء انتخابات للمجالس البلدية، وهي تقوم بتعيين مجلس بلدي في رفح مخالف للقانون. لذلك يعني أنا أعتقد أن تصريحات الأخ إسماعيل هنية هي فقط من أجل يعني الإثارة الإعلامية، وهو مقتنع تماما كما كل أبناء الشعب الفلسطيني بأن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جربت وهي ذات مصداقية عالية على المستوى المحلي والعربي وعلى المستوى الدولي أيضا. طيب سيد سفيان وأيضا سيد عاطف وسيد وليد، اسمحوا لي أن أذهب إلى ضيفنا عبر الخط الهاتفي السيد سفيان مطر
عضو قيادة جبهة التحرير الفلسطينية وهو أيضا ينضم إلينا من غزة. سيد سفيان مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. بالطبع وبتعليمات من السيد الرئيس التقت لجنة الانتخابات بالفصائل في المحافظات الجنوبية وكان هناك المؤتمر الصحفي، ومنذ بداية هذه الحلقة ونحن نحلله، أنتم كيف تقرؤون التصريحات التي صدرت وما المطلوب برأيكم؟ نعم، هذه التصريحات التي أولا مساء الخير لك أخ سلام، مساء الخير للضيوف الكرام، مساء الخير لكل شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. نعم، اليوم كان هناك اجتماع مع الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة لجنة الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية، والتي عقد بعد ظهر هذا اليوم وامتد لما يزيد عن 4 ساعات ونصف، شرح هدف الأخ الرئيس من إجراء هذه الانتخابات وأكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات، ونحن في جبهة التحرير الفلسطينية أيضا نؤكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات، وخاصة بأننا نعيش في ظرف استثنائي، في ظرف سياسي استثنائي، محاولة تصدي لكل هذه المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا العادلة وضد شعبنا الفلسطيني. هذا الاجتماع أكدنا من خلاله على أهمية إجراء هذه الانتخابات على أساس التوافق الوطني وضمان نجاح هذه الانتخابات. وامتد هذا الاجتماع كما تحدثت سابق قبل قليل لساعات طويلة من أجل الخروج بنتائج تجعل من الشعب الفلسطيني وتزرع في نفسه الأمل من أجل إنهاء حالة الانقسام. نحن نعتبر بأن إجراء هذه الانتخابات هي خطوة متقدمة في محاولة إنهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لذلك نحن نؤكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات. كما أكد عليها كل الفلسطيني اليوم خلال اجتماعنا مع الدكتور حنا ناصر، وتم مناقشة بعض التفاصيل بخصوص هذا الأمر. نعم، شكرا جزيلا لك من غزة، وكنت معنا عبر الخط الهاتفي السيد سفيان مطر عضو قيادة جبهة التحرير الفلسطينية. نعود سيداتي وسادتي إلى ضيوفي هنا في الاستوديو، وهذه المرة أبدأ معك سيد وليد. طيب، تحدثنا عن الاستنكار الواسع لقيام حماس بتعيين المجلس البلدي في رفح، وتحدثنا عن علامات الاستفهام المطروحة. نحن ما زلنا في إطار تحليل المواقف بانتظار الاجتماع الذي سيجمع بين دكتور حنا ناصر والسيد رئيس محمود عباس ليطلعوا على نتائج اجتماعه مع الفصائل. إلى حين ذلك، ما الذي يجب توفره على الأرض حتى ننجح هذه العملية؟ لأنه دوما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني أنا أعتقد نحن لا نريد أن نبيع الشعب الفلسطيني وهما. سبق وأن تمت الدعوة للانتخابات في أكثر من مرة، والانتخابات البلدية كادت أن تحصل في قطاع غزة في عام 2017 وفي اللحظة الأخيرة جرى عرقلتها. لذلك يعني أنا أولا أدعو الشعب الفلسطيني لأن يبقى متحفزا من أجل الضغط لإجراء الانتخابات والذهاب إلى صندوق الاقتراع واستعادة الحق المسلوب بفعل الانقسام منذ 10 سنوات. هذا أولا. ثانيا، يعني أنا أنصح القوى السياسية الفلسطينية أن تبتعد يعني عن الكثير من التعبيرات والكلمات التي يفهم منها بين ثنايا التصريحات وكأنها اشتراطات. مهم جدا في مرحلة التحرر الوطني أن نذهب للانتخابات في إطار التوافق الوطني، لكن يجب أن لا يتحول هذا التوافق الوطني إلى فيتو يستخدمه هذا الفصيل أو ذاك لتعطيل حق دستوري للمواطن الفلسطيني، وبالتالي لا توافق فيما يتعلق بالحقوق الدستورية للمواطن الفلسطيني. تعطلت العملية الديمقراطية بفعل الانقسام وتحت حجة عدم وجود التوافق 10 سنوات، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا بما لا يقدر بثمن. ولذلك مهم جدا أن نسعى باتجاه التوافق، لكن كلمة التوافق يجب أن لا تكون شرطا لإجراء هذه الانتخابات. المسألة الثانية،
المبالغة بالحديث عن توفر النزاهة والشفافية والحرية وكل ما في احنا في بلدان عالم الثالث. مهم جدا أن نسعى جميعا لتوفير هذه الشروط، لكن أيضا هذه المسائل يجب أن لا تكون شرطا للموافقة على إجراء هذه الانتخابات. المسألة الثالثة واللي علينا أن نبذل جهدا من أجل تحقيقها، معركة الانتخابات هي يجب أن لا تكون معركة داخلية ما بين الأطراف الفلسطينية. أنا أتوقع أن تكون هذه المعركة ويجب أن تكون مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يمكن أن يمنعها بالقدس، وبالتالي علينا أن نتجند جميعا لنخوض هذه المعركة لنضمن إجراءها بالقدس. وإذا فرض الاحتلال منعها في القدس يجب أن نبحث كيف يمكن أن يكون هناك الوطن كله دائرة واحدة وقائمة واحدة، ونقول للعالم أجمع أننا شعب واحد وأرض واحدة ومؤسسة سياسية واحدة. أنا لذلك أنا أقول بقلب مفتوح لإخوتي في حركة حماس وأيضا للأخ الرئيس والإخوة في حركة فتح أن لا يتم التوقف عند تفاصيل وعند كل كلمة وفاصلة يمكن أن تتحول إلى عقبة. وعندما تتحول إلى عقبة سيستحيل بعدها إجراء هذه الانتخابات. لذلك عندما نضع هذا القطار على السكة يجب أن نوفر مقومات انطلاقه وأن لا نبيع الوهم لا لشعبنا ولا للعالم أننا ذاهبون لانتخابات وبعد شوية أمام عقبات معينة لا تجرى هذه الانتخابات. مصداقيتنا ستمس أمام شعبنا أولا وأمام العالم ثانيا وأمام كل المتربصين شرا بقضيتنا الوطنية الفلسطينية. نحن كأي شعب آخر بحاجة للانتخابات، لكننا أكثر شعوب العالم بحاجة لهذه الانتخابات لأنها ستبرر مطالبتنا بالحرية والعودة والاستقلال وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه مسألة لا تتحمل العبث والمراهقة السياسية من أي فصيل من الفصائل. نكمل في المخاوف، تحدثنا بإيجابية عندما توجب أن نتحدث بإيجابية رغم علامات الاستفهام. أكمل في المخاوف مع ضيفي من غزة ومن نابلس. من غزة سيد عاطف، ما هي مخاوفكم في المحافظات الجنوبية؟ سيد وليد العوض تحدث عن جملة من المخاوف وقلنا بأن الشيطان يكمن في التفاصيل. أنتم في المحافظات الجنوبية ما هي مخاوفكم وأنتم غائبون بفعل القوة طبعا عن أي عملية ديمقراطية، لا في الجامعات ولا في البلديات ولا في أي شكل من أشكال الانتخابات الأخرى، ما هي مخاوفكم؟ يعني أولا بخصوص بعض التصريحات التوترية هنا وهناك، اليوم وأنا أحد المشاركين في اللقاء وأمام كل الفصائل وأمام رئيس لجنة الانتخابات وفريقه أعلن السيد إسماعيل هنية ثقته العالية بنزاهة وشفافة طاقم هذا العمل وثقته السابقة واللاحقة في هؤلاء الوطنيون الذين مارسوا عمل ديمقراطي شفاف نزيه يحتذى وهو نموذج في الشعب الفلسطيني. هذه الشهادة اليوم حصلنا عليها أمام كل المجتمعين في اللقاء. لكن وهناك طرحت عدة تساؤلات وعدة استفسارات من باب التخوف إلى نزاهة الانتخابات وضمان شفافيتها وخاصة الاعتراف بنتائجها وخاصة من هي القضاء الذي سيتم التحكيم إليه وما هو الأمن الذي سيحكم وعدة إجراءات إدارية. هذه طبعا كلها من صلاحيات الانتخابات، وهناك قضايا سياسية تخص المواطن الفلسطيني وكيفية تأمين وصول صوته بأمان إلى الصندوق. لأن كل هدفنا من هذه الانتخابات شيئين، إنهاء الانقسام وتجديد النظام السياسي الفلسطيني. إذا لم ننجح في هذه الانتخابات من هذول الشرطين ما فائدة كل ذلك؟ فهناك هذه التخوفات وهناك كثير من التساؤلات، لكن على ألا تنقلب هذه التساؤلات والتفاهمات والاستفسارات إلى أن تكون عقبات تفجيرية أمام الانتخابات الحقيقية. نحن نريد رفع كل العقبات أمام الانتخابات وألا نحمل الانتخابات أكثر مما تتحمل. يعني باختصار
لجنة الانتخابات المركزية مش مهمتها حل القضية الفلسطينية المعقدة والمركبة الآن، وعلينا ألا نحملها ما لا طاقة لها عليه. هذه لجنة فنية هي الذي تحافظ وتقوم بإدارة الانتخابات، أما الانتخابات في حد ذاتها هذه قرار سياسي. صحيح. هذه الشعب الفلسطيني طيب. كله صاحب هذه القرار، والشعب يريد أن بعد 13 سنة من الانقسام وست اتفاقات لن نستطيع أن نصل إلى حل، نريد أن نتقدم إلى صندوق الانتخابات. طيب سيد عاطف، فقط دعنا نتذكر سوية سيد عاطف بأنه عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية اتصل الرئيس محمود عباس بإسماعيل هنية وقال له مبروك وتم التسليم بنتائج هذه الانتخابات، لكن السؤال يبقى أن هناك مخاوف في المحافظات الجنوبية الحبيبة والعزيزة على قلوبنا التي لم تشهد أي عملية ديمقراطية، ما قولك في ذلك؟ ما قلته صحيح، واليوم في الاجتماع أكده السيد حنا ناصر وقال أبلغت السيد الرئيس بالنتائج الانتخابات صباحا وأبلغني نقبل بالانتخابات وتفضل بارك لإسماعيل هنية وبلغهم قبولنا بالنتائج الانتخابات. اليوم ما قلته أكد عليه السيد حنا ناصر أمام الجميع. طيب علينا جميعا أن نتقدم بخطى ثابتة إلى الانتخابات. طيب أنتقل إلى السيد تيسير نصر الله، في حركة فتح ما المخاوف وما علامات الاستفهام التي يعني من الممكن أن تكون مطروحة أمامكم أو بين ناظريكم فيما يخص تحديدا المحافظات الجنوبية؟ يعني نفس مخاوف الإخوة، هم يدركوا جيدا يعني ماذا قامت به حركة حماس خلال السنوات الماضية، لذلك يعني ما زالت تخوفات موجودة، ونحن في حركة فتح أيضا لدينا هذه التخوفات والتي نأمل فعلا أن يتم تجاوزها وأن يكون هناك فعلا حاضنة فصائلية وطنية لكل هذه المواقف التي جرت اليوم، بالإضافة إلى حاضنة فلسطينية شعبية ضاغطة على الجميع حتى إذا ما أراد أحد أن يخرج عن هذا الإجماع أن يواجه من قبل الشعب الفلسطيني ويحمل المسؤولية الكاملة، لأننا أمام لحظات تاريخية شديدة الحساسية. إذا ما أجرينا هذه الانتخابات وجددنا نظامنا السياسي ووحدنا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإننا بذلك نطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن ونعلن فشلها فشلا ذريعا أمام الملأ، لذلك الكل كما ذكر أخي وليد وأريد أن أؤكد على كلامه بأن الكل الفلسطيني عليه الآن أن يعني أن يتفق لمواجهة الرفض الإسرائيلي لإجراء هذه الانتخابات، وكيف نجعل من أهلنا في القدس يشاركوا في هذه الانتخابات ونضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي قد تحول دون إجراء هذه الانتخابات. هذه مهمة الكل الوطني الفلسطيني الآن، لذلك يعني آمل فعلا أن يتم تجاوز كل هذه المخاوف وأن يتم فعلا تحميل مسؤولية أي تصريحات من هنا أو من هناك للذي أطلقها، لأنها فعلا ستعيد مرة أخرى التشاؤم وكأننا نريد أن نعود إلى الوراء من جديد. طيب سيد وليد، تحدثنا عن الجوانب الإيجابية، تحدثنا عن المخاوف، وقلنا مرة أخرى ومرة ثالثة الشيطان يكمن في التفاصيل، حتى نبعد هذا الشيطان ونتعوذ بالله منه، ما الذي يتوجب على جميع الأطراف أن تفعله إن كانت فصائل أو إن كانت مؤسسات يعني عمل محلية ومؤسسات مجتمع مدني؟ يعني أنا أعتقد أنه في شيء إيجابي صار اليوم وصار مبارح، والمناخ مطمئن لدى الناس. لمزيد من الطمأنينة أنا أدعو لأن يكون هناك لقاء وطني فلسطيني سواء على مستوى الأمناء العامين أو على مستوى مفوضين في هذا الأمر لوضع المسألة في الإطار السياسي وأن تخرج المسألة عن الإطار المهني. الإطار المهني يقوم به الدكتور حنا ناصر وفريقه على أكمل وجه، لكن يجب أن يكون هناك تطمينات سياسية
لكل القوى السياسية، وهذه التطمينات السياسية أنا أعتقد ستنتقل بإيجابية باتجاهين، أولا باتجاه شعبنا الفلسطيني، ثانيا باتجاه المحيط العربي والإقليمي والدولي. لذلك أنا أعتقد نحن بحاجة لخطوة إلى الأمام في المجال السياسي، لأن الهدف هو الخروج من دائرة المناكفات، والهدف هو مشروع أكبر اسمه الانتخابات وإعادة الحياة والروح الديمقراطية للنظام السياسي، والأهم إنهاء الانقسام، وإعادة الروح الديمقراطية للنظام السياسي وإنهاء الانقسام من بوابة ومن صندوق الاقتراع. لذلك الذي يريد أن يواصل هذه الخطوات بثبات عليه أن يتقدم في الجانب المهني، وهذا أمر مبدع اليوم ما حققه الدكتور حنا ناصر وفريقه، لكن أيضا على القوى السياسية من فتح لحزب الشعب للجبهة الشعبية للديمقراطية للنضال للجميع أن يتفقوا على لقاء سياسي بمستوى معين لوضع الرؤية السياسية موضع التطبيق، ولأن يكون هناك تطمينات للجميع. وأنا بالمناسبة أقول ما كان موضع البحث بيننا وبين الإخوة في حركة حماس بالأمس في اللقاء الثنائي، لا، هناك مطلوب لقاء يضم الجميع بوفود مفوضة من كل الفصائل لنقول أننا جادون باتجاه المضي قدما باتجاه الانتخابات، وماضون قدما باتجاه الالتزام الفعلي بميثاق الشرف الذي سبق وتوقيعه. وأنا أعتقد هذه التطمينات يمكن أن تعزز الخطوات الإيجابية باتجاه إجراء الانتخابات. مرة أخرى أنا أود أن أتحدث عن المخاوف. شوف، المخاوف التي ذكرناها التي يمكن أن تعيق الانتخابات مخاوف مشروعة، لكن الخطر الأكبر أن نذهب إلى الانتخابات ولا نستطيع إجراءها في قطاع غزة، لأنها ستكون الوصفة الفعلية لتطبيق صفقة القرن. طيب. لذلك غير مسموح لأحد أن يعيق إجراء الانتخابات في قطاع غزة ليظهر أن قطاع غزة على سكة طريق مختلف عن الأراضي الفلسطينية الأخرى. هذا محظور يجب أن لا يقع، وعلينا أن نزيل كل العقبات وكل الشروط التي يمكن أن تبرز في لحظة ما، لأنها ستكون المقتل ليس بالنسبة للعملية الديمقراطية، بل ستكون المقتل بالنسبة للقضية الفلسطينية. وهذه رسالة للجميع وللإخوة في حركة حماس أولا، وثانيا للأخ الرئيس والإخوة في حركة فتح، علينا أن نقفز خطوة للأمام باتجاه البحث عن آلية لقاء سياسي توضع كل المسائل التي وضعت اليوم باللقاء المهني توضع في الإطار السياسي. بالمناسبة ما تحدثت به حركة حماس اليوم هو سياسي مش مهني، وهذا السياسي اللي مش مهني مكانه لقاء سياسي بين الجميع، بين الجميع، حتى لا تتحول المسألة هذه إلى حجة وعقبة. على أي حال نحن لا نستخلص نتائج، ما زلنا نشدد مرة أخرى أننا بانتظار تقرير الدكتور حنا ناصر. إذن نحن فقط نحلل ما جرى اليوم. أنتقل بالسؤال إلى السيد عاطف. سيد عاطف، حتى نكون يعني لا نبقى نتحدث فقط عن فتح وحماس، هناك أيضا فصائل أخرى، برأيك ما هو المطلوب منها؟ المطلوب أن تشكل حاضنة حقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. المطلوب أن نكون جنود في سبيل رفع أي عقبات أمام هذه الانتخابات. التطمينات مهمة ومطلوبة للجميع، والضمانات مهمة ومطلوبة للجميع. على ألا تتحول هذه التطمينات وهذه التطمينات إلى تفجير يعيق الانتخابات كما قال السيد وليد، وبالتالي تكون غزة في طريق والضفة الغربية في طريق آخر. طيب، سؤالي أيضا أنتقل به إلى السيد تيسير. سيد تيسير، أنتم في حركة فتح، كيف تنظرون أيضا إلى هذا الجو العام؟ ونتحدث عن القدس مع الإشارة إلى أن السيد الرئيس محمود عباس كان قد شدد بأنه هو ومن خلفه القيادة باشرت اتصالاتها من اليوم الأول للحديث عن الانتخابات مع مختلف الأطراف بهدف الضغط على حكومة الاحتلال لعدم وضع عراقيل لإجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة في عاصمتنا المحتلة. يعني أخي سلام، نحن في حركة فتح نعتبر أن هذه الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي فلسطيني،
وأيضا هي ضرورة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم. وهي خطوة هامة لإنهاء الانقسام البغيض، ودعوة صادقة من حركة فتح لإنجاح هذه الانتخابات. ونحن نعلن أمام شعبنا في كل مكان بأننا جادون وسنلتزم بنتائج هذه الانتخابات التزاما مطلقا، كما التزمنا في العام 1996 وفي العام 2006 عندما تم نجاح حركة حماس في أغلبية مقاعد المجلس التشريعي. هذا نهج حركة فتح وهذه هي مواقفها، والقرار الذي القانون الفلسطيني هو سيد الموقف بيننا وبين شركائنا في العملية الديمقراطية. وهذا القانون الذي صدر يقول بأن الوطن دائرة واحدة، وأن التمثيل النسبي الكامل هو الذي ستجري عليه الانتخابات الفلسطينية القادمة. لذلك نحن يعني نعلن هذه المواقف ونؤكد عليها، وسنلتزم بكل النتائج التي ستترتب على هذه المواقف. نعم، شكرا جزيلا لك سيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا من نابلس. في دقيقة أنتقل إلى سيد عاطف السويركي، في دقيقة أنت كرمت سيد عاطف قبل أن أنتقل في دقيقة أخرى للسيد وليد. في الجبهة النضال الشعبي أيضا، ما الذي أنتم تطالبون به؟ نحن مع إجراء الانتخابات من حيث المبدأ تشريعية رئاسية للمجلس الوطني للبلديات الجامعات، من حيث المبدأ كل شعبنا في احتاج وكل مؤسساتنا تحتاج إلى انتخابات، لأنه هذا حق ديمقراطي وهذا ملك للشعب الفلسطيني. ما أعلنه السيد الرئيس في نيويورك أعلن حراكا شعبيا وتجاوبا شعبيا من قبل الجميع، والضغط الشعبي بدأ يأتي أكله. اليوم في قطاع غزة علينا جميعا كفلسطين أن نستغل ما جرى في قطاع غزة، هناك بارقة أمل، فتحة أمل، الطريق للانتخابات فتحت، علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونمهد الطريق دون أي عقبات حتى نحصل على انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية، وإن أمكن لاحقا كما يتم الاتفاق إن أمكن في الأماكن التي نستطيع أن نجري فيها انتخابات، وهناك أماكن لا نستطيع، وهذا هناك اتفاق عليه في منظمة التحرير. أما علينا الآن أن نجري انتخابات تشريعية وبعد ذلك رئاسية. شكرا جزيلا لك سيد عاطف السويركي، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، كنت معنا من غزة. في دقيقة سيد وليد قبل أن يدهمنا الوقت، أمام التفاؤل والمخاوف، التفاؤل مشروع والمخاوف مبررة ومشروعة، ما المطلوب من شعبنا في هذه اللحظة؟ تحدثنا عن دور الفصائل وتحدثنا عن دور الجميع، الشعب ما المطلوب منه في هذه اللحظة؟ يعني الشعب الفلسطيني مطلوب منه أن يبقى متحفزا مستلهما للدروس الديمقراطية التي تجري في المحيط، بالحفاظ على حقوقها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة الخطر التي تتعرض له القضية الفلسطينية. وأهم المخاطر التي تتعرض له القضية الفلسطينية هو الانقسام. على شعبنا الفلسطيني أن يبقى متحفزا وجاهزا للتحرك من أجل إسقاط هذا الانقسام مرة وإلى الأبد، وهذه المرة عبر صندوق الاقتراع. وإذا تلكأت القوى في إجراء الانتخابات الديمقراطية التي يجري الحديث عنها الآن، انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية، على الشعب الفلسطيني أن يعرف طريقه للساحات كما الشعب اللبناني الشقيق. شكرا جزيلا لك سيد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، ونتمنى أيضا أن تكون باقي الفصائل وبالتحديد من كان مسهما في الانقسام أن يكون قد التقط الرسالة من ما يجري في المحيط العربي. سيدة وسادة، شكرا على بقائكم معنا، دمتم دوما بحفظ الله ورعايته. انتهى وقت هذه الحلقة، إلى اللقاء.